كاين حاجه عليك يا زميلي هاك سيبو هاك استمارة الاكتتاب تتم عملية المصادقة على كل من المندوبيات البلدية التابعة للمندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، كذلك الشأن بالنسبة لجميع البلديات مقرات البلدية والملحقات. فيما يخص المندوبيات البلدية، يشرف على هذه العملية كل من ضباط عموميين وهم المحضرون القضائيون والموثقون. ما بالنسبة للعملية تتم على مستوى المندوبيات على مستوى مقرات البلدية وملحقاتها، حيث تتم عن طريق الأمين العام للبلدية وضابط الحالة المدنية، وكل موظف مؤهل لهذه العملية يسخر أو يعين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. استلمنا يوم أمس الاستمارات من أجل توقيع لدعم المترشح الأحزاب السيد عبد المجيد تبون. استلمناها يوم امس، وحنا اليوم رانا نوقعوا فيها ورانا نصادقوا فيها. سي عبد المجيد تبون، قمنا بالتجمع والاستماره للمترشح عبد المجيد تبون، وان شاء الله بربي كما يقول لك السيد عبد المجيد تبون يكون رئيس جمهوريه للعهده الثانيه. عمليه تسير ان شاء الله بطريقه يعني سلسه، عمليه التصديق والتوزيع، ونتمنى يعني نداء لكل اطياف المجتمع باش يشاركوا في هذه العمليه، لانه راه حق وراه واجب اننا احنا يعني ننتخبوا ونختاروا الممثل اللي احنا نشوفوه يعني يخدم مصلحه البلاد والعباد.